يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. السلام عليكم، انا الطالب عمر محمد من مدرسه مباراه الوطنيه فرع راس الخيمه. السلام عليكم، انا الطالب محمد ابراهيم من مدرسه الامارات الوطنيه فرع راس الخيمه. السلام عليكم، انا الطالب علي بن سلمان من مدرسه الامارات الوطنيه في فرع راس الخيمه. السلام عليكم، انا خالد عبد الرحمن طالب مدرسه الوطنيه فرع راس الخيمه. سامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح. نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، وإن سامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده، ما نتركه، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان بيسعفه إنسان بينساه؟ ما ينساه. مشروعنا هو عن المساكن في الماضي والحاضر وكيف تغير شكلها. خاطر تشوف في أولاد بالمدرسة مسوي مشروع عن أشكال المساكن في الإمارات. ماشي يعني؟ مثل بيوت الشعر والبراجيل، بيوت الطين، بيوت العريش. في الماضي كان يستخدم بيت الشعر في وقت الشتاء، والبادية كانت تستعمل هذه البيوت كي تتدفى. كان بيت الشعر يحاك من شعر الماعز والصوف الغنم الذي يخلط ويغزل ويبرم ثم يطوى إلى الدري، وهو بيت البدو. يتم بناؤه في الصحراء ويعتمد كذلك على الحبال والأدوات، ويسهل نقله من مكان إلى آخر. أما بيوت العريش فتبنى من جريد النخلة وسعفها وخشبها، وكانت الغرف تتخذ غالبا شكل المربع وأحيانا المستطيل، ولها باب صغير للدخول إليها ونوافذ صغيرة، وكانت تغطى في الشتاء بما يسمى طربال، قماش من القطن والنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار. بيوت الطين، تبني بيوت الطين من مزيج الماء والتراب أو الطين والتبن والطوب، وكانت هذه النوعية نادرة، تبنى للحكام لتكون حصون منعية. ذهبنا إلى برنامج الشيخ زايد الإسكان كي نقابل المهندس عبد الرحمن الهرمودي رئيس قسم متابعة المشاريع في المنطقة الشمالية. المواد المستخدمة في بناء المنازل قديما. المواد المستخدمة في بناء المساكن قديما كانت المواد عبارة عن طوب وطين، وأيضا كان في نوع آخر اللي نستخدم فيه سعف النخيل، وكان في نوع ثالث أيضا اللي نستخدم فيه الصوف في حق الخيام. كيف كانت أدوات الإنارة في المنازل؟ أدوات الإنارة سابقا في الماضي كانت عبارة عن اللي هي المصابيح التي تشتغل بالغاز، أو أنه كانوا يتهدون على الطبيعة عن طريق ضوء القمر. وما هي وسائل التهوية فيها؟ وسائل التهوية سابقا كان الاعتماد على البراجيل، الاعتماد الكلي كان على البراجيل، وما كان في شيء اسمه مكيف، وما كان في شيء متطور يعني لهالدرجة، فسابقا كان الاعتماد على البراجيل. كان يوجد تواصل بين الجيران، وما هي النتيجة؟
سابقا كان تواصل بين الجيران جدا ممتاز، كانت الحياة الاجتماعية ممتازة نتيجة عدم وجود فواصل، عدم وجود أسوار بين البيوت، البيوت كانت متقاربة، كانت صغيرة، الاحتياجات كانت متبادلة بين العوائل، إذا في شيء ناقص في هذا البيت البيت الثاني يساعده، وهالأمور اللي نفتقدها هالأيام. الحياة الاجتماعية حاليا شوي صارت حياة اجتماعية أضعف من الحياة الاجتماعية سابقا. نرى مثل هذه المساكن اليوم، هل لها من أثر؟ المساكن اليوم تفرق عن المساكن الأولية. المساكن الأولية موجودة في المدحف، بعض منها موجودات يحطونها في المناطق اللي هو في المداحف وكل هذه موجودة من الأولى. لكن اليوم الحمد لله نحن في دولة في أمارات، واليوم هذا البنى اللي موجود هذا ما كان ينبنى في هذاك الوقت. الشيخ زايد من الاتحاد ومسك في الاتحاد وجمع هذه الامارات، طورت الامور من عنده لين هذا اليوم، لان هذاك الاول ما كان حتى مدارس ما شيء، كانوا ناس يتعلمون القران، وبعض منهم اللي يعرف ويكتب اللي هم المدرسين مثل اللي يعرف القران ويعرف هذا، فهم كانوا يعلمونهم الأعمال التي كان يقوم بها كل من المرأة والرجل قديما. والله المرأة أو الرجل كانوا يساعدون في هذا الوقت، لأنها المعيشة ضعيفة وما في معيشة قارنها بالوقت اليوم. لا، الوقت هذاك الرجل يحطب، اللي هو يسوي حطب ويشله ويوديه البلاد ويبيع الحطب هذا ويجيب منه فلوس على الوقت هذاك، يشتري بأكل حقهم، لأن الوقت هذاك ما شيء فلوس مثل اليوم. المرأة هي مسؤولة عن بيتها، وتسرح الصبح وتروي ماي. عندنا أول شيء يسمونه طوى، الطوى اللي هن شوية يمكن يبعد كيلو أو كيلوين عن البيت. حبك أنت هو نهج وهو عقيدة، حبك أنت أجمل أسطورة جديدة. قالوا قول بحبها جملة مفيدة، قل حبها ما هو عشق، حبها هو قصيدة لإمارات العروبة، قادها من بعد زايد خليفة. سلامتكم.